بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أسعد الله أوقاتكم أمي أبو محمد، أسعد الله أوقاتكم الأخ أبو عدي والعائلة الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. انطلاقا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن توجيهات الله عز وجل ببناء أسرة كانت هذه الجاهة المتواضعة جدا لإتمام عقد القرعة، بناء أسرة شجرة طيبة. يعني يبدو أنه هذا الشاب اختار أن يقطف الثمرة الطيبة من هذه الشجرة الطيبة، والشجر الطيب لا ينبت إلا ثمارا طيبة. هذه الدقائق إن شاء الله نعلنها ونشهر في هذا عقد القرار، وقد تم الاتفاق والتوافق على أن يكون بناء بيت وأن يكون هناك أسرة سعيدة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم على خير، وأن تكون هذه الساعة هي ساعة فرحة في الدنيا والآخرة، وأن يديم عليهم السعادة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام والحضور الكرام، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. وقال أيضا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرد، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له هجاء. وقال أيضا: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. وما علينا إلا أن نقول للجاهة الكريمة: أهلا وسهلا وألف مبروك بنية الفاتحة. الله بارك لهما، الله أدم حبهما، الله صلي وسلم على رسول الله. الله ولينا، الله على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الله يهدي الله.